الشوط تاع فيديو مال تاع دروك شخصيتين السلطات البلدية لبلدية هو عند الله نترحم عليه هم شخصيتين هذه فرصة كبيرة إن شاء الله تتعاود بكل ليزونسيان سواء كان صحفيين ولا رياضيين كبار ولا عمالقة كرة القدم. أنا نشكر بزاف المقيمين على هذا الحفل، خويا الهواري بلاحة، خويا محمد بن عربالي أنا في الغربة اللي نوصل له السلام، ونقول لهم بارك الله فيكم. هذه فرصة باش نتلاقى مع خوتي وصحابي لي زونسيان جوار تاع لاز، لي زونسيان جورناليست، كاع الجماعة الزينة. هذه هي عائلة كبيرة، عائلة دائما نحافظوا عليها ودائما نذكروا محاسن تاع الناس ونذكروا كذلك التواريخ تاع الناس هذو اللي صنعوا كرة القدم في بلادنا وصنعوا كرة القدم في الوهران. فشكرا شكرا والف شكر ان شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكروا هذه الجمعيه اوفياء جمعيه وهران، نشكروا على المبادره هذه اللي داروها. تفكروا الاخ المرحوم الله يرحمه هذه المناسبه هذه، نشكروهم وان شاء الله يتكرروا هذه المبادرات، حاجه مليحه. ونشكروهم وتفكروا مرحوم بن زرق عبد القادر وخونا حسن الهواري، ربي يشافيه ان شاء الله وبارك الله فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. هنا مناسبة تاع هذا التكريم تاع الهواري حسن اللي عاني عن تعريف على راديو يوم بن بزرق الله يرحمه، نطلبوا له الرحمة. وثاني نطلب الرحمة اللي مات سي بن مختار الأونسيان جوار تاعنا في باريس، غادي يدفنوا في باريس. ونشكروا أمية تسمى جمعية وهران، وفي جمعية وهران مع الرئيس الهواري بلاها، نشكره بزاف بزاف. وان شاء الله الكوت بمناسبة حاجة شابة ان شاء الله الكوتنا اللي غادي يكرموهم ان شاء الله. اليوم رانا كما يقول لك بصدد التكريم المرحوم بن زرقة عبد القادر اللي هو قام من قامات الاعلام ومد الفياتير، وكان مع جمعية أوفياء ساهم معنا في كثير من المبادرات الخيرية. اليوم تفكرناه هو وحسن الهواري كذلك اللي هو قام من قامات الإعلام. السلام عليكم، رانا هنا حفل تكريمي الهواري حسني اللي درنا مقابلة في وهران وصافي ان غرون بليزير شتا دروك، وإن شاء الله نتمنوا له الشفاء إن شاء الله. وحنا تالي جينا على عبد القادر بن زرقة حبيبنا واخونا، والله يرحمه ويستر عليه ان شاء الله.